حجرة خزانة الموظفين. واو، حياتك ساحرة للغاية. يمكنك أن تكون مساعدي هنا. أكيد، يوجد الكثير من الأزياء الرسمية في هذه الصناديق. انظر هنا، دعني أحضر مفتاحي. ارتدي هذا. لا بأس. حسناً، كيف أبدو؟ مدهش. الآن قاعدة الحراسة رقم واحد، لا تسمح للزوار بلمس الأشياء. لا لمس، لا مشكلة. قاعدة باء، لا ركض. صف واحد يا أطفال، صف واحد. لكن الاندفاع بهدوء لا بأس به. وأهم قاعدة هنا هي لا تسمح للزوار بسرقة الأشياء. إذا رأيت شخصا يثير الشك، تنظر له نظرة قوية. أعتذر. انظر يا سبونج بوب، قبل الضحك كان يوجد الفترة قبل الهستيرية. أوه، انظر يا عزيزي. إنه مثال ممتاز لعصر حارس الأمن البدائي. لا تنسى القاعدة الرابعة، ممنوع التصوير هنا. وهذا كل شيء قد تعلمته عن عمل حارس الأمن. الآن سأعلمك كل شيء لا أعرفه. من هنا. الآن أعلق تحفتي الفنية. لم أعرف أن حمار البحر له ذيل. هذا المكان به كل شيء. هاي، ممنوع التصوير. الفائز. هل رأيت هذا الرجل؟ نعم، ممنوع الركض، فلنمسك به. أخيرا ذهب. بسيط، أظن الزائر يحاول أن يلمس اللوحة. والآن هو يسرقها. لا، مسدودة. توقف يا لص. يبدو أن هذه القضية معقدة. شكرا يا أمي. على الروح يا عزيزي. لن نمسك به أبدا. رخوي الصوفي. هيا. تتحركون ببطء. صف واحد يا أطفال، صف واحد.
تم تأمين الثمرة الأرجوانية، انتهى. هل أتناول المثلجات الآن؟ ليس قبل أول استراحة. أنا مديرك وأريدك أن تعرف أنني أقدرك هنا الآن. هيا لتبدأ العمل. ستغسل الأطباق اليوم، ما رأيك في ذلك؟ سأفكر. أنت بالتأكيد ملائم لجوفي جوبر. سأتفقدك بعد دقائق. بعد بضع دقائق. هذا مدهش، أرني كيف نظفت كل هذه الأطباق بسرعة. حسناً. لا تقل إنك فعلت ذلك. هذا وقت استراحة الأولى. ليس بعد. آسف يا سيدي، ظننت أنه حجري. بسيط، إنه حجرك، كنت أنتظرك. كيف كان يومك؟ لا يمكنني فعل أي شيء بشكل صحيح، سأفصل غدا على الأرجح. أيها النجم المسكين يا صاحبي، غدا سأذهب معك وأساعدك. شكرا أيها الغريب الطيب. حسناً، أخبرني للمرة الجيزيليون كيف سينجح هذا. سأريك. إذا وضعت يديك خلفك سأكون يديك. وعندما أضع المثلجات سأضعها أنا. وعندما أعطي الباقي سأقوم بالعد. وعندما تحكني مؤخرتي لن أفعل شيئاً. حسناً، مستعد لثاني وآخر فرصة. دعني أريك كيف تصنع فطيرة المثلجات. أظنني فهمت. وقت الصراحة الأولى؟ لا 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 لا، ليس بعد، لكن أظنك مستعدا لشيء مهم. حسنا يا فتى، اهدأ، لا تختنق، وحاول أن تستمتع. هذا سهل جدا وبسيط. العمل موضوع صعب. أنا صالح للأكل، ابدأوا برأسي. رائع أيها المستجد، الآن يمكنك أن تأخذ أول استراحة. استراحتي، سأتناول المثلجات. كل ما يمكنك أكله. شكرا على مساعدتك لي. الآن هيا نأكل معا. أود هذا، لكني لا أريد التأخر عن عملي. هل يمكنك التعامل مع المثلجات بمفردك؟ سؤال سخيف. حظا طيبا يا صاحبي الموظف. تبقى دقيقتان من استراحتي لأنهي كل هذا.